ماري. خيرات ماري ثماري. تمام. تخيل كل خيرات ماري. انت لسه صوتك تعبان، مش قادرة تقولي خيرات ماري ثماري. خير الثماري. حرف الثاء يا جميل. شايفة الثاء؟ ادم دخل. تمام، سي ادم الولاد كله دخل، وايباء لا كله دخل. تمام. النهارده هنعمل القايمه الجديده باذن الله، وعندنا اول واحده في القايمه ريمي السلام عليكم. كله دخل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين اللي بيقول عليه السلام عليكم؟ يلا يا عندي ادم اهو. فين انس؟ انس معنا. ايباء، برافو على ايباء. فين انوس؟ ماشي يا جميل، يلا انس شكله ما دخلش النهارده. ماشي يلا يلا نكمل نكمل النشيد بتاعنا. قولي يا ريم تاني، اقرأي لوحدك كده. ده النشيد أبني داري بالأرض، برافو. أسعد أسعد أهلي و أسعد أهلي. أكرمه أقارب أكرمه. وأكرم جاري. برافو. أزرع أرض بالشجر، لا أزرع بالأشجار. بالأشجار. برافو يلا. أجني منها خير ثمار. برافو. أجني منها خير ثمار. برافو يا حبيبي. هتحفظي تقرأي تاني كمان مرة في البيت يعني، وانت لما نخلص السيشن وتحاولي تكتبيه مرة واحدة عشان تحفظيه. خلاص الشمس ماشي، يلا بقى نبدأ ناخد الابرة. أكتبه في الكرسة، نعم أكتبه في الكرسة يعني. اكتبيه في الكراسة عشان ايه؟ تعرفي تتعودي صباعك والكتابة، تتعودي على الكتابة يعني. ولو ما السيشن يخلص ممكن يعني اشرح لك المعاني اللي فيه كده علشان تعرفي تحفظي. يلا كله جاهز معايا ناخد الإملة بتاعت النهارده. يلا اتمنى. يلا هاتوا كراسة يلا الإملة نكتب. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيباء، آدم، آدم افتح السبيكر رد عليا. آدم نعم يا مس. يلا يا روحي الأملة جاي. ماشي يا روحي جاهز. الأملة طب افتح الكاميرا حتى عشان اشوفك. شاطر الإملاء. شاطر يا روحي، ممتاز. يلا جاهزين تكتبوا؟ أعملي أبدأ أعملي. تمام يلا. ذهبت. كلمة عندي ذهبت ذهبت. ذهبت ذهبت. ها اللي بعدين ذهبت ايه؟ ذهبت. لسه هكمل بس ما كله يخلص. ذهبت يما زينة. بات ذا بات زينة. ذهبت ذا زينة. بعد ذهبت. ذهبت زينة ايه؟ لسه ما كملتش حاجة، أنا بكمل. بعد ذهبت ذهبت ايه؟ زينة. تعطيني هنا او تبقى خلاص. إلى خلاص. إلى إذا خلصت يا مس إلى إلى ماشي. حط رمز قلنا ذهبت زينة إلى محل.
محل بسرعة أيوة شوية. إلى محل محل بسرعة يا ما ريم. بتقعد بيت ما بتقعد محل محل ما إلى محل الزهور. محل ايه؟ زهور. الزهور زهور هنا. زهور جاء إلى محل الزهور. هور. ايه اشترت اقصد شوي زهور ايه ظهور. بعد زهور ايه واشترت واو اكتب ر واشترت و اكتب و ايه شدي شرط جواب شيء شيء باقة 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 أيوة ايه باقة را ت عليك را ت مفتوحة ولا شنو؟ السلام عليكم فضل 10 دقايق عليكم السلام ورحمة الله خلصي وبركاته. كريم. عليك النور الحمد على السلامة. اشترت باقة جميلة. آخر الكلمة ايه النص عليك انتهت وقتك. تعال وقف تقعد تقلب هنا. تعال خلاص يلا مين خلاص. ايوه يا جميل ايوه نص تتمليني يا نص قلنا زمن مدرس مالك المفروض يشتغل على اللاب اللي يمشي انت مش عارفين الاستاذ يشتغل جايب على لي الارقام اللابتوب بس ايه لا ليه؟ جايب لي الارقام بس طب ليه؟ طب شغال مع الولاد كله دخل اهو وكان في حصة قبل دي شغالة كويس. مش عارفة هو على مش عارفة على الحصة دي بس قلت أمي مش عشان عارف فيديوهات مش عارف والله ايه مشكلة اللي الفيديو. احنا عايزين خلاص احنا خلصنا ونسمع جميع. ونسمع بعد بكرة بص احنا يعني خلصنا الاكل دلوقتي. انا هناخد الاكل هعمليك بعدين عشان نخلص ناخد الدرس الجديد بتاعنا. بعد بكرة يعني خلاص 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 يلا. عندنا بقى الدرس اللي احنا خدناه يا ميس اشترت بطة وإيه؟ واشترت باقة جميلة. الجملة وأنا همليه بس ماشي الجملة بتقول ذهبت زينة إلى محل الزهور واشترت باقة اشترى بقى ايه؟ إلى محل الزهور واشترت باقة جميلة. ماشي تمام. يلا خلاص حاجة تانية مس يلا خلاص يلا ابعتها لك على الواتس ولا على الجروب ولا على التليجرام. على الواتس إن شاء الله. تمام الدرس اللي فات اللي احنا خدناه نشيت انا انسان تمام هنقراه مع بعض تاني يلا قولوا مع بعض انا انسان أنا إنسان ابني داري بالاحجار أبني داري بالأحجار اسعد اهلي اكرم جاري. أسعد أهلي أكرم أنا جاري إنسان أبني أزرع داري أرضي بالأشجار بالأشجار
أزرع أرضي بالأشجاري. أجني منها خير ثماري. أجني منها خير ثماري. طيب يلا بقى، حد هسألكوا أسئلة كده، كل واحد كل واحد سؤال. يلا يا ريم معايا، لا خلي ريم ما حضرش الحصة اللي فاتت، خليكي يا أدم أنت أول واحد. كلمة داري يعني إيه؟ داري يعني بيتي. بيتي. برافو، احنا خدنا كلمة داري يعني بيتي. كلمة أجني. يلا يا إيباء، كلمة أجني يعني كلمة أجني يعني أجني، خدناها في الدرس. أحصد لما يكون عندي شجرة كده وزرعها وأروح أنقي منها الثمار أو الفاكهة اللي هي الزهرة دي، فكلمة فبتقولي إن أنا أخد الفاكهة دي معناها أجني. يعني أجني يعني أحصد، يبقى أجني. أجني يعني أحصد. يبقى معايا أجني يعني أيوة نحن معاك. أجني يعني أجني يعني أحصد أحضر أحصد أحصد أحصد. طيب خير يعني، أحصد خير يعني أنس. كلمة خير يعني إيه؟ أفضل. تاني أفضل معايا، خير يعني خير أفضل. أفضل خلاص كده يا ريم، خير يبقى احنا رجعنا المعاني. كلمة داري يعني بيتي، كلمة أجني يعني أحصد، كلمة خير بمعنى أفضل. طيب مفرد الأحجار، يلا يا آدم، الأحجار مفردها الحجر حجر. مثل الحجر برافو يا ريم، يا ريم. مفرد الأشجار، مفرد الأشجار شجر. شجر. لا صح، برافو كده. طيب إباء، ثمار مفردها ما هو أظن أنا ريم. أدم. نعم أدم أنت مركز معايا، كلمة ثمار أو مفردها، كلمة ثمار ثمار مفردها ثم ثمرة ثمرة. برافو، ثمرة بالساء بالساء. عايزة كلمة تاني، كلمة أرضي. أرضي دي، يلا أنس معايا. لا أنا لسه بيتمد. طيب جو خلينا مع مس يلا يا أنو، كلمة أرض دي مفرد ولا جمع؟ مفرد طيب معاها جمع أرض إيه؟ جمع أرض أرض واحدة أرض جمعت فيها أراضي أراضي أراضي. صح، أراضي أو أرضون عادي، الاتنين صح. أرضي تنفع برضه أراضي أو أرضون. خلاص ماشي، عايزة إيه تاني؟ أو كلمة قرود كلمة أسعد. أسعد معناها أفرح أفرح. صح، أفرح. جميل، عكسها بقى. عكسها شيء لا، أحزن أحزن. عكس أحسن أسعد أحزن. خلاص كده خلصت الدرس القديم. أو معناها أضرب أظلم أضرب أضرب. ما انت أحزن هتحزنه بالضرب، ما انت هتحزنه بالضرب، مش هتحزن انت بتقولي الوسيلة بقى. لا مش معناها اضرب. هم ان هم يقلوا ادابهم وخلاص بس ده يا تقولي الوسيلة. حد يجي يتجرى ايه ناخد بقى اللي بعد كده، الدرس الجديد عندنا اسمه اصل الكتابة. يلا مين اللي هيقرأ اول واحد عندي؟ ريم. شكرا يا استاذ انس. ريم انا اول بس واحد بس. لا فاهم حاجه ماذا يا مس يلا يا ريم انت، يلا قرايه اول سطر عندي. اسمعي يا ريم، يا ميس بنتجرى بس في صوت عندك يا ميس. طيب خلاص ميس تعبان، يلا يا ادم اقرا انت.
يا مس يا مس، هي بتقرا بس بقول لك في صوت، وصوت عند الصحابة. ماشي ايه؟ حيوان. صوتك فين؟ صوت اصحابها مغوش عليها، هي كل ما تتكلم صوتها مبسوط ومغوش عليها. خلاص يا بص هنسمع بالراحة كده، يلا عشان نسمع ريم عشان هي تعبانة وصوتها تعبان. اسكت يلا يا ريم، ونقول لها ألف سلامة يا ريم. علي صوت. سألت أبي برافو يا روحي. ماذا تفعل يا أبي؟ برافو. يبقى الولد دوت راح لبابا قاعد وسأل، بيقول له ايه؟ سألته أبي. سأل بابا قال له ايه بقى؟ ماذا تفعل يا أبي؟ هو راح لبابا وبقول له كده تعمل ايه؟ ليش؟ تعال بقى بنبص الكلمات اللي قدامنا دي، كل كلمة من دول هبص عليها اسم ولا فعل ولا حرف، أي حاجة جديدة احنا خدناها هنطلعها، هنبص عليها ونطلعها. سألته دي اسم ولا فعل ولا حرف؟ سأله، كلمة سألة فعل فعل فعل. فعل ايه؟ ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ سألة من زمان ولا ماضي بيسأل دلوقتي ولا لسه؟ ماضي ماضي ماضي. يبقى سألة من زمان، حاجة حصلت من زمان، يبقى سألة فعل ماضي. طيب أبي ده اسم ولا فعل ولا حرف؟ اس. اس كلمة أبي اس. أبوه أهو شخص قاعد أهو اسمه أبي، يبقى كلمة أبي اس. طيب الياء اللي في أبي دي خدناها ولا مش خدناها؟ أبي دي أدي إيه؟ ياء ملكية. الياء اللي إحنا خدناها دي ياء ملكية، اللي بتاعت اللي بتخلي الشخص حاجة دي بتاعتي أنا، ملكي أنا. فأبي مش أبو أي حد، أبويا أنا. كلمة أبي يعني أبويا أنا. طيب لو بصينا على الأسلوب ده، ماذا تفعل يا أبي؟ ده أسلوب إيه؟ احنا صح جبنا اسلوب النفي والنهي، استفهام. استفهام. ليه اسلوب استفهام؟ لانه بادئ باداه، اداه استفهام. فين هي اداه الاستفهام الموجوده عندي؟ ماذا. طب نفتكر مع بعض اداه الاستفهام، يلا نفتكر. عندي ما وعندي ماذا، تمام كده، بيسالوا عن غير العاقل. تمام ادم ركز معايا يا ادم، بص لي كده، اداة الاستفهام ما وماذا تسأل عن غير العاقل. عندي من تسأل عن العاقل، وعندي ايه تاني؟ حد يقول لي اداة تانية من اداة الاستفهام. ادم قول لي اداة تانية أنا على اداة الاستفهام. اداة كيف الاستفهام حاجة كيف بيسأل كيف بيها، كيف بيسأل. كيف هل كيف أداة استفهام، احنا عايزين أداة استفهام يا آدم. كيف، هل هل، ايه تاني يا آدم؟ افتكر اي واحدة تاني. بسأل عن حد كده اقول ايه؟ هو من هذا؟ استنى يا آدم، ركز معايا يا آدم. لو بدي أسأل على مكان حاجة بقول ايه؟ أين أين أين، ركز يا دم معايا. أين تسأل عن المكان؟ طب لو بدي أسأل عن الوقت إيه؟ لو بدي أسأل عن الوقت أو الزمان بقول متى؟ كل من الناس تقول يلا جاوب يا آدم. أنا السيول. طيب أنا كنت لو بدي أسأل عن السبب أقول إيه؟ لماذا؟ لماذا لم تحضر المدرسة؟ لماذا لم تحضر هي الفصل اللي فاتت؟ قالوا عشان مريضة. يبقى لماذا بتسأل عن السبب؟ لماذا بتسأل عن السبب؟ خلاص يبقى دي اسمها ادوات استفهام. لو الزمن جبتها الزمن الزمن مس على السبب، الزمن على الزمن، السبب عن السبب، السبب لماذا بتسأل عن السبب؟ لماذا بتسأل عن السبب؟ يبقى عندنا الأداة دي لو جت كده وبعدها جملة وبعدين علامة استفهام في الآخر، الأسلوب ده بنقول عليه أسلوب استفهام. الأسلوب ده بنسميه إيه؟ أسلوب استفهام. بس يا حبايبي نكمل الجملة اللي خلاص بعدها. خلصنا الحتة دي، سألت أبي وطلعت الظواهر كلها. ركزوا في الظواهر دي لأن أنا هديكم ورقة هتطلعوا لي الظواهر دي تكتبوها، كل فعل وكل اسم وكل حرف وكل نعم حاجة تكتبوها.
والتنوين هتكتبوه اسمها ايه يا بالقلم. بنات؟ دي ايه اسمها يا بنات؟ الظواهر، اسمها الظواهر، هبعتلكوا ورقة تحلوها ان شاء الله، اسمها تكتبوا الحاجات دي. يلا يا ميني على الدور، ريم خلصت، يلا يا ادم اقرأ. حاضر. قال الأب، قال الأب يلا. اقرأ كتابا أيوة عن كيف بدأت عن كيف بدأت، كيف بدأت الكتابة. برافو، كيف بدأت الكتابة. يبقى الأب رد على ابنه وقال له إيه؟ قال له أقرأ كتابا ممتعا عن كيف بدأت الكتابة. ممتعا يعني إيه كلمة ممتعا؟ يعني يعني شيقا، كتاب جميل حلو كده، يبقى كلمة ممتعا يعني شيقا. ماشي يا حبايبي، كلمة ممتعة يعني شيقة. طيب تعال نطلع بقى الظواهر الجميلة اللي احنا شفناها في الدرس هنا. قال دي اسم ولا فعل ولا حرف؟ قال اسم ولا فعل ولا حرف؟ قال اسم يا راجل، قال فعل فعل. فعل ايه؟ ماضي ولا مضارع ولا امر؟ فعل يا مس. ايوه ماضي فعل ماضي. فعل، برافو. طب المضارع بتاعه ايه؟ لسه بيعمل دلوقتي بقى ايه؟ يا قال يقول من زمان يو يقول دلوقتي. طب لو انا عايزه اخليه امر هتبقى ايه؟ قل. لو تقول عايزه يا اخليه ماما امر هيبقى قل، قول خلاص. وقال الماضي، الماضي المضارع بتاعه يقول، الامر بتاعه قل، قال يقول قل. طيب الاب اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم اسم، عشان اولها الف ولام. طب الالف ولام دي شمسية ولا قمرية؟ نعم شمسية. شمس شمسية ازاي؟ اولها قمرية معلش قمرية، اولها معلها سكون، اللي بعدها مش مثلث، قمرية قمرية صح كده. قمرية. طيب اب دي مفرد ولا جمع؟ مفرد مفرد، جمعها أبان أمان برافو. اباء. طيب أيه اقرأ، يلا يا اباء ركزي معايا، كلمة اقرأ ده ايه؟ اسم ولا فعل ولا حرف يا اباء؟ سامعني يا اباء؟ فعل يلا يا روحي اقرأ. فعل، برافو كده، اقرأ فعل. تمام، فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟ امشي امشي فعل امشي ايه؟ امشي دورك تعلمي قول فعل لحد الآن دورك انوس، يا انوس، دورك انوس. عايزين نسمع اباء، اسمع اباء بس كده، شوفها بتقول ايه. قلنا أقول يلا يا اباء يا جميل، بس أقول في الدور مضارع صح كده، انس، يا أنا انس. بص سمعت اباء بتقول ايه؟ سمعت ايه بقى بتقول أي ايه؟ قالت ايه؟ حمزة بيكلمني بس قالت اقرأ، قالت كلمة اقرأ فعل مضارع. أيوة طيب الماضي بتاعه؟ لسه الماضي بتاعه ماضي يعني بقرأ ماضي ماضي ايه؟ اقرأ، اقرأ، اقرأ مضارع. الماضي ماضي بتاعها ايه؟ الماضي من زمان بتاعه ايه؟ قارة، زمان ماضي انتهى قارئة، ماضي انتهى قارئة، الماضي بتاعه قارئة. تمام، طب كلمة كتابا دي اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم كتاب طيب فيها تنوين ولا مش فيها؟ نعم ايه فيها تنوين ولا مش فيها؟ كتابان فيه تنوين ايه ده؟ نوعه ايه؟ انت يوم فتح تمام، وكلمة ممتعا اسم ولا فعل ولا حرف؟ ممتعة اسم الفعل اسم ولا ايه؟ اسم اسم، فيها تنوين؟
بالفعل ايوه فيها في تنوين بالفعل. ايوه هي بتسال التنوين ايه؟ تنوين بالفتح، في برافو تنوين بالفتح. برافو. اي كلمه فيها تنوين اسم، اي كلمه فيها الف ولام في الاول الكلمه اسم، اي كلمه فيها تاء مربوطه اسم. خلاص كتاب بها خلاص. طيب يلا بعد كده مين اللي قال الدور؟ ريم. يا ريم عندي دي تعتبر ايه؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ كلمة عام. سيشن هيقفل وهندخل تاني بإذن الله.